بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. مشاهدينا الكرام، متابعين برنامج الجريء، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم وبرنامجي الجريء. طبعا قبل ما أبدأ حلقة اليوم، معانا النهاردة محورين في الحلقة: خالص التعازي من أسرة شاشة الصحة والجمال وبرنامج الجريء، طبعا إلى يعني مدير أوقاف محافظة السويس. النهاردة كان الشيخ محمد العجمي في طريقه إلى بلده في أسيوط، طبعا نازل أجازة بعد صلاة الجمعة، بعد ما عدى كمين يعني أو على طريق بني سويف، عدى كمين الزعفرانة وهو رايح أسيوط. طبعا عمل حادث بالسيارة وتوفى اليوم. طبعا بعد خطبة الجمعة، النهاردة الجمعة يوم عظيم عند المولى عز وجل، وهو يعني كان راجل فوق الوصف في الاحترام والأدب، ودي شهادة حق على الهواء مباشر للشيخ محمد عجمي، الله يرحمه ويجعله من أهل الجنة. الراجل كان على طول في صلح، في أي مكان كنا بنشوفه في الخير، وده حقه على الهوى. خالص التعازي لأسرة الشيخ محمد عجمي مدير أوقاف محافظة السويس. احنا يعني الخبر ده قلناه على الهوى مباشر عشان واحنا جايين على الدائري إلى مدينة الإنتاج الإعلامي جنة الخبر، واتصلنا بوكيل وكيل أول وزارة الصحة ببني سويف الدكتور محمد يوسف، وأكدنا الخبر. والراجل طبعا طلع بعربيته وأخذ سيارة الأسعاف وراح للثلاجة بتاعة الموتى على أساس ياخد الجثمان ويطلع إلى أسيوط، وبإذن الله بكرة الدفنة. خالص التعازي للمرة الثانية من أسرة برنامج الجريء وشاشة الصحة والجمال. في موضوع كده طبعا مهم جدا، الواحد يعني قبل ما بيبدأ الحلقة بيحب ينوه عنه، هي الصفحات الوهمية، الصفحات المضروبة طبعا على التواصل الاجتماعي فيسبوك. الناس النهاردة قاعدة بتعمل صفحات وهمية، أي واحد ناجح بتحاربه. ليه؟ مش عارف. الناس بقت بتكره بعض، الناس بقت ما بتحبش الخير لبعض. النهاردة اللي كان معاك في الابتدائي أو في الاعدادي أو في الثانوي، يعني احنا ما اتفقناش مع بعض أنا أطلع إعلامي وحضرتك تطلع ميكانيكي، ما اتفقناش مع بعض أنا أطلع ضابط وانت تطلع صاحب معصرة أو صاحب قافية أو الكلام ده. يا جماعة عاوزين نبقى عندنا ثقافة تعامل شوية في الكتابة، عاوزين يبقى عندنا سياسة أداء، عاوزين نبقى في يعني يبقى في ثقافة مواطن. اللي بيحصل على التواصل الاجتماعي ده كتير قوي، الشاشات المأجورة اللي قاعدة برا الفضائية الإخوانية الإرهابية بتاخد الكلام ده بتعلق عليه وبتعمل الشماعة اللي هي الصفحات المضروبة، عاوزة تهدم مصر، عاوزة تهد مصر، عاوزة تهد رئيس مصر، عاوزة تهد جيش مصر، عاوزة تهد شرطة مصر. يا جماعة خلي بالكم شوية من الكتابة اللي على الفيسبوك. النهاردة الفيسبوك بقى صعب، أي حد بقى بيهاجم وخلاص، أي حد بقى بيكتب أي حاجة وخلاص. عاوزين يبقى في ثقافة عند المواطن شوية. احنا معانا دلوقتي الدكتور محمد يوسف وكيل اول وزارة الصحة ببني سويف. مرحب بك يا دكتور محمد. دكتور محمد يوسف، ماشي خليك معاه على الخط. فياريت يعني نخلي بالنا من نفسنا شوية على التواصل الاجتماعي فيسبوك،
الناس بتقعد تكتب اي حاجه وخلاص مش فاهمه هي بتكتب ايه. اللي شرب ميه انا شربت ميه، اللي راح هنا انا رحت هنا، اللي جه انا جيت. ما ينفعش التواصل الاجتماعي مش كده، احنا بنستخدم التواصل الاجتماعي غلط. مش عارف في ايه وايه اللي حصل بعد الثوره، مش عارف في ايه اللي حصل. اي حد بقى بيتكلم وخلاص، اللي بيلقب نفسه بصحفي، اللي بيلقب نفسه باعلامي، اللي بيلقب نفسه بمستشار، اللي بيلقب نفسه بمهندس، بمحامي، بضابط، مش عارف في ايه. بعد الثوره خلاص اي حد بقى بيقول اي حاجه، بيعمل اي حاجه، مفيش حسيب ولا رقيب. كفايه الامراض اللي بنشوفها بره، مرض كورونا وغيره وغيره وغيره، ده غضب يا جماعه. عاوزين نحب بعض شويه ونحافظ على بعض شويه، علشان كده اللي بيحصل كتير في ناس قاعده على الشاشات الفضائيه الماجوره بره بتهاجم مصر، واحنا المصريين امه في رباط ليوم الدين. المصريين امه في رباط ليوم الدين، عمر مصر ما هتتهد. يا ريت يعني لو فريق الكنترول جاهز يطلعني التقرير لحزب مستقبل وطن في محافظة السويس، كان موجود هناك رئيس الحزب. طيب ماشي، أنا معايا الدكتور محمد يوسف وكيل أول وزارة الصحة ببني سويف. مرحب بيك يا دكتور. أهلا بيك يا أستاذ هاني، إزي حضرتك؟ مرحب بيك، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بالصحة والسلامة، والسادة المشاهدين لبرنامج حضرتك المحترم بخير وصحة وسعادة يا فندم. الله يعزك. بسأل حضرتك كده يا دكتور محمد، النهارده سمعنا خبر وفاة يعني الشيخ محمد عجمي وكيل أول وزارة الأوقاف بمحافظة السويس. والله يا أستاذ هاني، أولا أنا بسم الله الرحمن الرحيم أنا بحيي حضرتك وبحيي طاقم العمل ببرنامج حضرتك المحترم اللي أنا بتابعه من فترة كبيرة. وبداية أنا أنعي لشعب جمهورية مصر العربية وشعب السويس الباسلة فضيلة الشيخ العالم الكبير محمد عجمي، أخ وصديق وعزيز وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة السويس، اللي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم إثر حادث أليم على طريق زعفرانه بني سويف. توفاه الله النهارده الساعه حوالي 4:30، ونسال الله الرحمه والمغفره ويتقبله في فسيح جناته ان شاء الله. طيب هو جثمان الشيخ محمد عجمي موجود في بني سويف ولا سافر الى اسيوط؟ والله انا النهارده سجاني الساعه 4:30 كده تم ابلاغي بالحادث، وانتقلت على الفور لمكان الحادث، وانتقل الى مشرحه مستشفى بني سويف العام، وكان معاه فضيله الشيخ هاني برضو وكيل مديريه الشرقيه وكيل مديريه الاوقاف. توفاهم الله الاثنين في الحادث وموجودين حتى هذه اللحظة في لجنة حفظ الموتى بمستشفى بني سويف التخصصي، وجاري إنهاء الإجراءات للسفر لأسيوط مسقط رأسه الفقيد إن شاء الله بإذن الله في هذه الليلة بإذن الله. الله يرحمه وتوفاه الله. أشكرك يا دكتور، أشكرك، شرفت. طبعا كان معنا الدكتور محمد يوسف شرح لنا الحادث. طبعا الدكتور محمد يوسف وكيل اول وزاره الصحه ببني سويف. يا ريت بقى لو يعني الكنترول جاهز يفرجني على تقرير لرئيس حزب مستقبل الوطن وامين عام حزب مستقبل الوطن بمحافظه السويس. كان في افتتاح قبل امس يوم الاربعاء بمحافظه السويس، وكان في حشد كبير هناك. هنطلع نتفرج على التقرير ونجيب ضيف الحلقة اللي جاي لنا باستغاثة ونرجع لكم تاني.
اقتاح منهم طبعا شخصيات جميلة زي رجل الأعمال الدكتور سعيد عثمان صاحب شركة العثمان طبعا للنقل بمحافظة السويس. مرحب بيك يا دكتور. أهلا وسهلا، وإن شاء الله إن شاء الله افتتاح مؤتمر الحزب الوطني، ربنا يوفقهم ونتمنى لهم كل خير والتوفيق بإذن الله. دكتور، النهارده جات لك دعوه كريمه من امين حزب مستقبل وطن، النهارده السويس بتفرح، النهارده السويس بتتغير من رصف لاناره لزرع لورود، السويس بتتغير، ايه رايك في محافظه السويس الايام القادمه؟ والله جات لي دعوه من الاستاذ احمد خشاب رئيس الحزب، ودعوه وانا كناش محتاجين دعوه، احنا طبعا دي حزبنا وبلدنا وان شاء الله كده ربنا يوفقهم في كل ما يفيد البلد وكل خير للبلد. اشكرك يا دكتور بالتوفيق. كلمه للسؤال. النهارده بنقول لهم الف مبروك، الحمد لله في مقر محترم للحزب، نقدر من خلاله نقدم خدمات للمواطنين، نقدر نقول وسط اهالي السويس، اهالي السويس نقدر نقول انهم لهم تاريخ طويل في النضال وفي الكفاح في بناء مصر في كل اعتقد ان احنا النهارده بنحاول نرد جزء بسيط من دينهم علينا، ان احنا نوفر لهم مقر يقدروا من خلاله يتواصلوا مع الحزب ويكونوا مساعدين ليهم في كل حاجه باذن الله رب العالمين. مصر راح بينا على فين؟ مش هنقول محافظه السويس، مصر كلها راح بينا. لا، مصر الحمد لله كل يوم في جديد، كل يوم في نهضه مختلفه في كل المجالات، في الطرق، في الصناعه، في التجاره، الحمد لله كل يوم بنكسب خطوه، شفنا الحمد لله رب العالمين حتى لما العالم كله بيتعرض لازمات زي ازمه كورونا، بفضل الله الحجر الصحي في مصر كان ليه دور ان حمايه مصر من هذه الازمات، انا شايف ان مصر بتتميز، المهم بس ان احنا يبقى عندنا الصبر على الانجازات والصبر على ان احنا نحصد هذه النتائج، والاهم من ده كله ان احنا ما نلتفتش لاي اشاعات ولا اي محاولات تكون من شانها تهدم اللي بيحصل في مصر. شكرا. شكرا. سيدي محمد صلى الله عليه وسلم. الشعر السيد المهندس اشرف رشاد رئيس الحزب، نورت السويس فندم، الامين العام للحزب المهندس حسام الحوري، نورت لي عصام عصامي امام امين التنظيم، جميع اعضاء الامين العام للقاهره، عادل بنبعي امين القطاع، نورت السويس، زدت له شرفا. الساده الحضور الكرام، المهندس القانون اشرف رشاد رئيس الحزب، جميع القيادات السياسيه بالحزب، اعضاء الامانه العامه بالقاهره، هيئه مكتب الحزب بالسويس، وعلماء الاقسام واللجان الدوليه، واهالي السويس الكرام. واذا القتل سويا اليوم في حدث اعتبره رساله خاصه مني ومن اعضاء حزب مستقبل وطن في محافظه السويس لاهالي السويس بان نجدد الوعد والعهد والوفاء لمواصلة العمل الدؤوب على خدمتنا، الهدف الأسمى للحزب بمحافظة السويس. ولذا كان لابد من التجديد والتطوير في كافة الاتجاهات، ومنها عمل مقر يليق ويستوعب شعب السويس العظيم، ويكون بيت ومنارة لجميع أهالي السويس. نسعى معهم دائما للتحاور والنقاش الهادف للنهوض بمحافظتنا الغالية السويس. لذا أطلقنا نحن أمانة حزب مستقبل الوطن بمحافظة السويس على مقر حزب مستقبل الوطن بالمحافظة بيت السويس. الإخوة الكرام، وفي ظل وجود هذا الجمع من أهالي المحافظة الباسلة، يؤكد دائما أعضاء حزب مستقبل وطن بمحافظة السويس بأننا نسعى دائما في كل الاتجاهات والأهداف المتنوعة
منها السياسية بحكم الصبغة الرئيسية للحزب، ولكن بإضافة المجال الخدمي والاجتماعي باعتباره ركيزة أساسية في المشاركة المجتمعية الفعالة، وهي أحد الحلول الرئيسية في حل مشاكل السويس. وسيكون خلال الفترة القادمة مرحلة وخطة عمل على أعلى مستوى تراعي احتياجات وتطلعات وطموحات أهالي محافظة السويس البواسل، الذين أتوجه إليهم بخالص الشكر والتقدير والاحترام والعرفان على دعمهم للحزب في كافة الفعاليات والأنشطة الماضية، وكانت تمثل الدفعة المعنوية وسلم الأسرار نجاح حزبنا في محافظة السويس. الإخوة الكرام، كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير والاحترام للقيادة السياسية صقر السويس السيد اللواء أرقام حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس، وللقيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية على ما قدموه خلال الفترة الماضية، والتي كانت تمثل تحديات حقيقية لمحافظة السويس نحو العودة كعروسة للبحر الأحمر. وتم بذل كل الجهد والعمل الجاد والهادف في سبيل تحقيق هذا الهدف، وبفضل الله تعالى أصبحت السويس نقطة ورمانة الميزان في التفاني للنهوض بمصرنا العظيمة. فالسويس هي قلب مصر. وفي الختام، حتى لا أطيل عليكم، نجدد الوعد والعهد لمواصلة العمل والجهد، ونؤكد في الختام بأن حزب المستقبل الوطن بمحافظة السويس سيكون بيت السويس يتشرف بكل سويسي على أرض المحافظة الباسلة، وسنفتح مبادرات للم الشر والتلاحم والترابط مع كافة الطوائف والأهالي والشباب والعنصر النسائي عظيمات مصر إحدى شركاء النجاح، وأدعو الله عز وجل. مصر أمة في رباط ليوم الدين، ومحافظة السويس زي ما احنا شايفين كده أمامكم، الوطنية في الدم ما بتشحتش، أعداد غفيرة وعدد كبير جدا حضر في حزب مستقبل وطن. أي حد بيعمل حاجة اتجاه مصر احنا بنقف معاه. طبعا مش هندي فرصة لأعداء الوطن اللي هم يهدوا مصر، احنا واقفين بالمرصاد لأي خاين ومأجور وإرهابي. وبكده هنكون انتهينا من أول محور من حزب مستقبل وطن. معانا طبعا المحور الثاني، وكل مهرب من محافظة السويس تجيلي فيها استغاثة أو شكوى أو مظلمة. كان معانا الحلقة الماضية شاب من أبناء محافظة السويس يقع عليه الظلم من إحدى الشركات بالمحافظة، وهي شركة بتروجيت. دخل مداخلة على الهواء مباشر واتكلم وحكى وقال اللي عنده. قلنا لو عندك مستندات سيب رقمك في الكنترول وإحنا إن شاء الله هنتواصل معك. طبعا بنرحب على الهواء مباشر بمحمد عبد الحميد محمد، أحد عمال شركة بتروجيت بمحافظة السويس وأحد المصابين. مرحب بيك. مرحب بيك. مرحب بيك أستاذ هاني، ومرحب بالسادة الضيوف، ومرحب بالسادة المشاهدين على الهواء مباشرة. أنا بشكر قناة الصحة والجمال، وبشكر برنامج الجريء ابن السويس الأستاذ هاني وارس باستغاثتي على الهواء مباشرة، لأني أنا واقع في ظلم أستاذ هاني وبقوله على الهواء مباشرة بمستندات رسمية، وكل من هو أنا هقدمه على الهواء مباشرة. لا بص، قبل كل شيء
انت جيت مدينة الانتاج الاعلامي وحضرت الى برنامج الجريء وشاشة الصحة والجمال. تمام. طبعا احنا ما بنعرفش نتهم حد بالباطل، احنا اعلامنا اعلام مهني عشان بس تبقى عارف. تمام يا ريس. وما بنعرفش نتكلم، لازم نجيب الرأي والرأي الاخر، وطالما انت جيت بمستندات يبقى كل كلمة انت بتقولها على الهواء مباشر بتقولها على مسؤوليتك الشخصية. تمام. بمستنداتك. تمام. وده انا بعتبره بلاغ على الهواء. تمام. وانت عندك مظلمة واحنا هنسمع المظلمة او الظلم اللي يقع عليك. وانا فضل. انا استاذ هاني بستغيث بالسيد فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، وبستغيث بالسيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبستغيث بالسيد وزير البترول السيد المهندس طارق الملا، وبستغيث بالاب الروحي لكل عامل من عمال بتروجيت، واللي هو انا اعلم يقينا علما ان هو لا يعلم شيء عن هذه المظلمه، لان الرجل ده السيد المهندس الموقر المحترم الاب الروحي لينا وللبدج شركه بتروجيت، الاب الروحي السيد المهندس وليد لطفي. انا بقول له على الهواء مباشره، انا بقدم استغاثتي لاب الروحي لشركة بتروجيت السيد المهندس وليد لطفي والسيد المهندس. ايه هي مشكلتك يا محمد؟ بس يعني انا عاوز بس مشكلتك كده تقول لي المشاكل. انا مشكلتي يا استاذ هاني الاستغاثه بتاعتك تقولها في عجاله. ايه هي المشكله؟ انا إيه تم ليا محضر ليه مدينه الانتاج او انا أو اصابه لشاشة عمل الصحه والجمال او البرنامج الجريء؟ ايه هي المشكله؟ انا اصابه عمل يا استاذ هاني في شركه بتروجيت، ومعايا جميع مستنداتي اللي بتقول ان انا اصابه عمل، ومعايا موافقات من السيد مدير الفرع والسيد مساعد رئيس الشركه للفرع الشرقي السيد المهندس. شغال ايه في شركه بتروجيت؟ انا شغال عامل ترميل ودهان قبل اصابه العمل، وبعد اصابه العمل خدت مستندات بتقول ان انا يتم لي تغيير المهنه بعامل معمل، وده طبعا مش قرار عمل خفيف يا استاذ هاني، بس احنا من اللي بنقول عايزين نشتغل عايزين ناكل عيش. تم لي عمل محضر وقررت لي النيابه العامه بعوارض اصابه عمل، وهو قدام سيادتك بتاريخ 15/7/2018 رقم المحضر 33/10 عوارض اصابه عمل. ولما النيابه العامه قررت لي بعوارض اصابه عمل، قرر السيد الاستاذ مسؤول الموارد البشريه بعمل محضر اصابه عمل، ولما عملنا المحضر اصابه العمل بعد المحضر على طول مباشره يا استاذ هاني انا خدت قرار بمحضر اصابه عمل، انا بعرضه على الهواء مباشره. تمام. ده محضر اصابه عمل لشركه بتروجيت. ايه نوع الاصابه؟ نوع الاصابه انا قرر لي الدكتور ببتر الصابع. تمام. وانا معايا نسبه عجز لا تقل عن 50%، بس الشركه ما حددتهاش لان هي بتقول لك انت مش تبعنا. ليه مش تبعنا وانا راجل بثبت بجميع مستنداتي ان تم لي نموذج عمل من 2017 1/5/2017 حتى 30/9/2017 بمهنه بحري وما اشتغلتش بيه، لم يتم عملي بهذا العقد خالص. اتصلت بالسيد رئيس مجلس الاداره الموقر والاب الروحي لينا السيد المهندس وليد لطفي، وقرر لي بعقد عمل مياومه في شركه بتروجيت في حقل زهر. هذا عمل ايه؟ مشروع حقل زهر مياومة، يعني العقد اللي هو اليومي ده. العقد اللي هو المياومة. وهو انا اصلا يا استاذ هاني في 2009 انا كنت شغال في شركه بتروجيت برقم مالي 67926، وده اللي موافق لي بيه سعادتك السيد الاستاذ رئيس الشركه اللي هو الاستاذ المهندس محمد الدروي. ادي امضيته استاذ هاني على الهواء مباشره بموافقتي على رجوعي لرقم المالي 67926 من 2009. مش عاوزك تتكلم على طول، عرفني الاصابه دي ازاي. انت اتصبت جوه الشركه؟ الاصابه دي يا هاني الاصابه دي يا استاذ هاني انا تم الاتصال باحد المسؤولين عني في مشروع صمد اللي هو السيد الاستاذ المهندس احمد صلاح، وعمل لي قرار بخروجي بناء على اتصال هاتفي من السيد المهندس مدير القطاع المهندس محمد جبلة بان هم محتاجيني الساعة 10 صباحا بالعرض على الفرع الشرقي لقيامي بمأمورية لمشتول السوق، وقمت بعمل المأمورية ومفيش مأموريات، تليفونات. يعني ايه تليفونات سعادتك؟ يعني احنا دلوقتي عشان احنا عمال مياومة ملناش قرارات مأموريات بان احنا نطلع. ازاي انا ماليش قرار مأمورية يا استاذ هاني بان انا اطلع وانا الفرع الشرقي عادلك الموقر بعت لي اهو حضرتك
قال لك الأستاذ المسؤول الأمن تحية طيبة وبعد يرجو التكرم بالعلم بخروج السيد محمد عبد الحميد محمد. احنا معانا المستندات الى إدارة الفرع على الشاشة كده كده هنعرضها يا ريس وهنعرض معانا تمام يا ريس المستندات امامك على الشاشة تمام يا ريس هنا حضرتك العقد ده لو رجعنا له اللي هو تم تغيير مهنتي بيه بعد إصابة العمل بتاعتي. انت سلمت صور الإصابة؟ انا سلمت كل حاجة سعادتك في الكنترول. اه لو كنترول يعني اعرض لي صور الإصابة بتاعت محمد اعرضها لي على الشاشه برضه. اتفضل اتفضل حضرتك استاذ هاني. بعد ما تمت الحادثه مباشره تم لي عمل اصابه عمل بعد استرجاع الساده مسؤولين الموارد البشريه للنيابه العامه وقررت النيابه العامه في محضري عوارض اصابه عمل. هنا تم عمل اصابه عمل بالفعل لان ما ينفعش ان تبقى السياده النيابه العامه الاصابات دي بتاعتك اللي طلعالي. اه هنا يا استاذ هاني هنا سعادتك ايه يعني ايه نوع الجرح ده وصفولي كده نوع الجرح ده يا استاذ هاني. انا حضرتك تم كسر بالعظمه الزرقاويه. الحادثه جت ازاي فهمني الحادثه ان انا عملت حادثه ايه عربيه عملت حادثه عجله أنا عملت حادثه عربيه دراجه بخاريه انا عاوز افهم نوع الحادثه. عملت حادثه عربيه بتاريخ 13/7/2018 كنت ساعتها طالع مشتول السوق بناء على تعليمات السيد مدير القطاع مهندس محمد جاب الله. تمام. ولما طلعت سعادتك مشتول السوق تم انتهاء المأمورية على أكمل وجه وجيت مع السيد المسؤول الباشمهندس سعيد الكيلاني مدير عام التفتيش الهندسي. تمام. لغاية إسماعيلية. تمام. وبناء عليه أنا من إسماعيلية خدت عربية توجهت بيها لبلدي محافظة السويس. تمام. عملت حادثة عند المطاحن طريق إسماعيلية. تمام. واخد بال حضرتك إسماعيلية السويس عند مزلقان المثلث. تمام. شالتني عربيه اسعاف الطريق وهنا مظبوطه في اصابه العمل. الصوره اللي قدامي مش واضحه فهمها لي دي ايه؟ دي الصوره دي يا استاذ هاني حضرتك دي حضرتك كسر في العظمه الزرقاويه وفرق ما بين كسر العظمه الزرقاويه والمفصل والايد حوالي لا يقل عن 4 سم ونص تقريبا. تمام. فهنا اضطر الطبيب المعالج الدكتور حسن عبد الحميد بعمل شيل ازاله بعض كسر العظمه فين الزرقاويه. عملته في السويس ولا عملته في السويس لان تم مروحي من مستشفى السويس العام الى مستشفى قناه السويس الخاصه. تمام. بالشركه. تمام تمام يا استاذ هاني. وبعد كده حضرتك تم بعد يعني عمل يعني الشركه معترفه بالاصابه تماما حولتك على قناه السويس الخاصه. اه تمام. بالفعل والشركه لم تؤثر معي في علاجي نهائيا. تمام. الا اذا تم لي موافقه من السيد مدير الفرع بعودتي للعمل بقرار السيد المسؤول موارد البشرية الأستاذة وفاء أمين وقالت لا مش دلوقتي. طب ليه حضرتك مش دلوقتي؟ أنا معايا قرار وموافقة من السيد مدير الفرع بأن أنا أتعين مكافأة شاملة أو أرجع على عقد القديم. إيه اللي في صبعك ده؟ إيه ده؟ اللي في صبعي ده أستاذ هاني ده حضرتك تم إزالة وشيل أول مفصل من إيدي فوق. تمام. وتاني مفصل حضرتك وركب الثلاث مفاصل على بعض الثلاث عقل على بعض وثبتهم بحديد وسلك من جوه. وانا بعرض كمان على الشاشه يا استاذ هاني. اعرض لي قدام الكاميرا كده. دي بعض الاشاعات اللي بتقول ان انا لسه في ايدي جوه حديد ثابت في ايدي ما بيتشالش. متركب في ايدك جوه حديد جوه حديد. انا هعرضه لسيادتك برضه على الشاشه. في المفصل وفي صبعك. في المفصل وفي صبعي. تمام سعادتك. حديد. حديد على اساس ان هو قال لك ان خلاص بعد ما قرر السيد طبيب المعالج. فعلي صبعك كده امام الكاميرا كده. انا المشاهدين انا ايدي كلها اهي. طيب صبعك ده كده واقف يعني مش بيتقل. انا جبت ايدي كلها اهي يا استاذ هاني. ده ثابت على كده. صبعك ده ما بينزلش. لا خالص ده كده ثابت على كده خلاص بعد ما كان مقرر السيد الطبيب المعالج ببترو. والشركه رفضت. رفضت ليه؟ الشركه رفضت ليه يا استاذ هاني؟ انا هقول لسيادتك ليه. اتفضل. احنا عندنا راجل عادل اسمه الاب الروحي السيد المهندس وليد لطفي قرر بعوارض ان الناس المصابين بالعرض على السيد رئيس مجلس الاداره كل 6 شهور. طبعا ده ما بيتمش في الموارد البشريه خالص. تمام. نهائي. ليه سعادتك ما بيتمش؟ عشان احنا عندنا مظلمه جامده جدا 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 وده من الزمن من 2019 وانا مظلوم من 2019 ولما تم عودتي للعمل في 2017 استاذ هاني كان بناء على تعليمات السيد رئيس مجلس الاداره. بقى لك كام سنه في الشركه؟ انا بقالي لا يقل عن 10 سنين. 10 سنين؟ بص يا استاذ هاني هنا انا بعرضها قدام سيادتك على فضل الشاشه. اتفضل. ماشي على الشاشه. ماشي. ادي الحديد اللي في ايدي جوه. وثابت حتى الان حتى وقتنا هذا ده ثابت كده. بقى لها قد ايه الحادثه دي؟ بقى لها سنه واربع شهور والحديد موجود. والحديد موجود في يعني ايدي. يعني الدكتور ما قالش في مثلا لا 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 عمليه لا لا. نزيل الحديد او نشيل الحديد؟ لا 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 قال لك دي عمليه اسمها عمليه سمكره ودي ما نقدرش نعمل اكتر من كده فيها. عمليه ايه؟ سمكره. عمليه سمكره.
ان هو يشيل بعض المفاصل تمام. ويركب التلات عقل على بعضهم على اساس ان هو صبعك ده مش هيفضل غير كده، يا اما كده يا اما نكرر بباترو. هيفضل ثابت على الوقفه اللي هو فيه ده اهو، ثابت على هذا الوضع هو استاذ هاني. حاول تضم لي ايدك كده على الهواء، بص حضرتك على الهواء مباشره الكاميرا. مش ليا انا، على الهواء مباشره انا، ده ثابت ايدي تمام، ادي ايدي كلها هي يا استاذ هاني. ده يعني الصبع ده كده مش نافع، لا خالص، ولا ينفع التاني خالص ولا خالص خالص. وبناء عليه سعادتك قرر الطبيب المعالج بباترو، قرر الطبيب المعالج بباترو. يعني الصابع. الشركه معترفه اللي انت عامل حادثه ومصاب تبع الشركه، وتم نقلك من مستشفى السويس العام تمام الى مستشفى هيئه قناه السويس تمام التخصصي تمام، وهم اللي يعني دفعوا المصاريف ودفعوا لك الكلام تمام. ده هي هو ده هو ده شركتنا استاذ هاني، وده مش جديد عليها. احنا شركتنا يعني شركه محترمه اهي. نعم انا ما يعني بقولش أي يعني انا ما بقولش يعني احنا برضو نشيد بالشركه. انا ابن شركه بتروجيت، بس انا مظلمتي عدم تعييني بناء على ده الافرول اللي لابسه ده بتاع بتروجيت. ده انا بتشرف بلبس بتروجيت وبتشرف بالسيد. لابس ايه بقى تحت الافرول؟ انا لابس افرولي مكان شغلي. انا كده انا طبيعتي في شغلي يا استاذ هاني كده، انا من عشاق شغل بتروجيت، لان انا ابن الشركه وبتشرف بلبسي وبتشرف بان انا راجل من رجال بتروجيت، وبتشرف بان احنا ناس على قمه الاستعداد. يعني حاجه كويسه بعمل ما ايه بقى اللي انت عاوزه؟ ما اللي انا عايزه، انا مش طالب غير من السيد رئيس مجلس الاداره نظر لي بقرار تعييني، لان انا عندي اربع عيال دلوقتي بعد الوضع اللي انا فيه. وانت ما طلعلكش قرار تعيين خالص بعد قرار السيد المهندس يعني محمد الضراوي؟ عاوز تفهمني بقالك 9 سنين وداخل في العشرة اهي تمام، ما فيش ولا قرار ولا جواب ولا الا حضرتك اي حاجه. حضرتك بمستند رسمي اهو استاذ هاني، بمستند رسمي بتاريخ 21/2/2019 قرر لي السيد المهندس مساعد رئيس الشركه للفرع الشرقي السيد المهندس المحترم الموقر المهندس محمد الضروي، قرر لي برجوعي بعد اصابتي على عقدي القديم اللي هم اخلوا فيه طرفي. الساده مسؤولين الموارد البشريه اخلت اخلاء طرفي بدون اي امضى عليه خالص خالص نهائي. يعني تم اخلاء الطرف، تم اخلاء عندك طرفي ولا اي بدون حاجه ولا اي وجه؟ من ازاي تم اخلاء الطرف؟ انا قعدت في مشروع اسمه مشروع 32 ابو سلطان السخنه واشتغلت فيه اكثر من 7 شهور، وخدت قرار مأمورية رسمية لمشروع 16 رمانة العريش تمام. اتوجهت للمشروع بالفعل أستاذ هاني وقعدت فيه 118 يوم، وما كانش قانون شغلي بيقول ولا لائحة شركتي بتقول إن أنا أقعد فيه 118 يوم تمام. كنت قاعد 20 يوم و10 أيام، ده قانون شركتي. أنا قاعد 118 يوم من حب في شغلي وحب الإنجاز شغلي وعملي بس، وبناء عليه رجعت اقعد في البيت 20 يوم بعد اجازتي، ورجعت للساده المسؤولين الموارد البشريه الاستاذ علي صابر مشكورا، هو على المعاش دلوقتي، قال لي انت معمول لكم انت و18 واحد اخلاءات طرف وما نعرفش. قلت له يا ريس انا ما مضيتش على اخلاءات طرف، ما انا ما مضيتش عليه. لا ليه دي ترجع للموارد البشريه؟ هقول لسيادتك ليه يا استاذ هاني. برضه انا لما رجعت للساده مسؤولين الموارد البشريه الاستاذه وفاء امين شخصيا، اللي هي المفترض مين الاستاذه وفاء؟ الاستاذه وفاء امين. الاستاذه وفاء امين اولا هي عدوه نقابه عمال ومديره عام مساعد الموارد البشريه بالفرع الشرقي حاليا. لما جالها القرار دوت يا استاذ هاني يوم 21/2/2019 حتى الان لم يتم تنفيذ القرار بتاع السيد مساعد رئيس الشركه المهندس محمد الضروي. انا بعرضه على الهواء مباشره القرار ده استاذ هاني، انا واخده بتاريخ 21/2/2019 ولم يتم تنفيذ القرار نهائيا. يا ريت الكنترول يتواصل لي مع حد في شركه بتروجيت او الاستاذ وليد. اسمه الاستاذ وليد ايه؟ السيد المهندس الموقر المحترم الاب الروحي لينا المهندس وليد لطفي. المهندس وليد ايه؟ المهندس وليد لطفي. يا ريت حد يتواصل مع المهندس وليد لطفي، يعني حاول معاه الاتصال. ماشي، معلش حاول معاه تاني في عجاله عشان ختام. ربنا يخليك. ولما تم ليا يا استاذ هاني الموافقه ما تمش ليا خالص قرار التعيين بتاع السيد رئيس مساعد الشركه. وبعدين انا لما فوجئت ان الاستاذه وفاء امين هنا بتخاطب الساده الموارد الشؤون الطبيه بتقول له السيد الاستاذ مدير عام مساعد الطبيه تحيه طيبه وبعد، انا بعرض الورق على الهواء مباشره بان هي غيرت لي مهنه وقالت لي ان لازم يتم تغيير ليك مهنه بعامل يعني العمل. يعني غيرت لك مهنه؟ يعني غيرت لي مهنه بعد اصابه العمل بتاعتي
في قرار من السيد الطبيب المعالج غيرت المهنه يعني من دماغها ولا من ايه؟ من ما بناء على تعليمات الطبيب المعالج. الطبيب المعالج لما قرر بعمل خفيف يا استاذ هاني قالت لي لازم تمضي على قرار بانك انت موافق على قرار العمل الخفيف، وانا قلت لها انا على كامل قواه العقليه بعدم تنفيذ القرار لان سيادتك ظلماني. ظلماني ليه؟ لان ده مش قرار عمل خفيف. ازاي مش قرار عمل خفيف يا استاذ؟ ما هو عمل ايه؟ قرار ايه؟ هو مش عمل خفيف لان انا حضرتك وانا بعرض برضه على الهواء مباشره في عجاله، بس في عجاله يعني. قول سمع. انا ماضي اهو ده ايه القرار ده؟ تقرير واقرار هي مضياني عليه بان انا موافق على تغيير مهنتي من ترميل ودهان لعامل معمل. تمام. بناء على تعليمات حاجات خفيفه عشان صبعك والاصابه عشان صبعي وايدي. عشان صبعي وايدي. ايه اللي تم معاك؟ اللي تم يا استاذ هاني ان بعد ما تم الكلام ده كله وتم تغيير مهنتي، المفروض ان الورق ده يترفق معاه موافقه السيد مدير الفرع وعرضي على السيد رئيس مجلس اداره الشركه الموقر. تمام. بتعييني. ما فيش تعيين وموقفاني عن التعيين. طيب. وانا اصابه عمل في عجاله. بص للكاميرا كده وناشد المسؤولين اللي حضرتك عاوز تناشدهم في عجاله، واحنا برضو هنناشد اعضاء مجلس الشركه البتروجيت. انا استاذ هاني بناشد السيد فخامه رئيس الجمهوريه، وبناشد السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبناشد السيد فخامه وزير البترول الباشمهندس طارق الملا، والسيد الاستاذ المهندس الموقر رئيس شركه بتروجيت السيد المهندس وليد لطفي بتعييني، لان انا عندي اربع اولاد واصابه عمل وليا اولويه التعيين برقم المالي 67926. الرقم المالي ايه؟ 67926. تمام. هنا سعادتك لما تم لي ماموريه، عشان هم بيقولوا ان عمال المياومات ما لهمش ماموريات، لا لينا يا استاذ هاني لينا، لان انا سعادتك فيها اهو تلاكس تلغراف صادر وارد لمشروع. طيب. عجرود عملت. سيبك من مشروع عجرود. عملت شكوى؟ عملت شكوى في مكتب العمل. ايوه. عملت شكوى في مكتب الوزراء. ايوه. عملت شكوى في رئاسه الوزراء. تمام. عملت شكوى في وزاره البترول. قدمت شكوى للسيد رئيس. ايه رد الشكوى؟ رد الشكوى سعاده الرئيس، انا بعرض لسيادتك على الهواء مباشره عشان وقتك. تم حضرتك للشكوى احاله الى خطاب رسمي للسيد رئيس اللواء محمد حسن رئيس الاداره المركزيه للامانه العامه لوزاره البترول. تمام. ده بتاريخ 24/2 حتى الان لم يتم الرد علي، وانا بستغيث بالساده المسؤولين وبستغيث بكل من هو رحيم بموضوعي، لاني انا موضوعي كبير يا استاذ هاني، وانا ليا اولويه التعيين من 2009 بقرار الساده المسؤولين القوات المسلحه. في حد من زمايلك او يقع عليه الظلم معايا تعرفه ولا انت؟ انا معايا يا استاذ هاني ناس تاني برضو في الشركه اصابات عمل. وهنا لما توجهت وقفوا من الشغل زيك هنا ولا هنا؟ موقوفين يا استاذ هاني، موقوفين يا استاذ هاني، موقوفين بالفعل. وانا لما توجهت للسيد فخامه المحافظ اللواء عبد المجيد صقر قال لي روح للاستاذ حاتم مدير مديريه القوى العامله. حلو. وقول له خده واطلع بيه على السيد مسؤول الشركه وقول له ان الراجل اصابه عمل عندكم، واصرفه للراجل اصابه العمل والراجل عينوه. اللي تم العمل في عجاله. تم العمل بالفعل، ورحت للاستاذ حاتم مدير مديريه القوى العامله، وتوجه معايا بمحضر وشكوى للشركه، واتصلت الاستاذه والمهندسه عزه مديره الامن الصناعي والصحه المهنيه، واتصلت بالبشمهندس احمد العيدي مدير عام الامن الصناعي في الفرع الشرقي بتروجيت، وقال ان انا ما اعرفش ان في اصابه عندنا في 2018 و2019. فالبشمهندس عزه لما سالت ازاي الاحصائيات اللي موجوده بتقول ان ما فيش في 2018 و2019 اصابات، ردت الاستاذه وفاء وقالت اصل ده كلمه اخيره. يلا عشان هختم كلمه اخيره. اتقفل شركتك. انا بتوجه للسيد رئيس مجلس الاداره مشكورا، وبطلب منه النظر في موضوعي، وبطلب منه قرار تعييني، وبطلب من الساده المشاهدين الوقوف معي لعدم قفل بيتي. اوفر تايم. شكرا. ويعني احنا بنقول لاداره بتروجيت ابنكم محمد، يعني مش ابننا احنا جايبينه لوجه الله، استغاث من محافظه السويس، وما ينفعش ما نجيبش استغاثه في البرنامج. وابنكم محمد عنده طبعا اربع عيال وهو ابن الشركه، يا ريت النظر في موضوعه. كنا معكم برنامجكم الجريء، خليكم معنا في حلقات اخرى. واخر كلامي الله المستعان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.